وجهت الأجهزة الأمنية فجر اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري ضربة أمنية قاسمة استهدفت أخطر البؤر الإرهابية المتورطة في العديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، حيث أكدت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الخطرة من جماعة أنصار بيت المقدس من أحد ورش تصنيع الأخشاب بقرية عرب شركس بمركز قليوم مكانا لاختبائها وإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية وانطلاقها لارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية. كانوا هم مأجرين مخزن من أحد عائلات القرية، كانوا مأجرين المخزن أكنه مخزن خشب. من الساعة 1 بالليل بدأ ضرب النار لغاية الساعة 2-3-4، حيث دارت مواجهة شرسة دامت لعدة ساعات مع عناصر البؤرة الإرهابية، استخدم فيها الأسلحة النارية والعبوات الناسفة والدراجات النارية والسيارات المفخخة والأسلحة الناسفة ضد القوات، زائد الهزيمة الناس اللي هم عصروا عليها والقنابل والبنادق الآلية. كان في ترسانة أسلحة جوه في قلب المخزن، والحمد لله ربنا أكرم القرية إن الضباط قاموا باحترافية جامدة قوي قوي قوي، عشان كان في براميل أكتر من 32 برميل مادة بسيط اللي هي شديدة الانفجار دي، لو كان جه طلقة بس في برميل منهم كان دمرت المنطقة كلها. وقد أسفرت تلك المواجهات عن مصرع 6 وضبط 7 من العناصر الإرهابية، واستشهد خلال تلك المواجهات العميد ماجد أحمد إبراهيم والعقيد ماجد أحمد كمال. بدأت تسقط كل الوسائل التي لا تنتهج الحل الناجع والدواء الشافي وهو القوة والسلاح، وبدأت الناس تتطلع إلى عز الجهاد وأيقنوا أنه لا سبيل لمواجهة هؤلاء الطواغيت إلا بالقوة. اسمي جمال زكي عبد الرحيم سعد، مواليد 28/3/1988، انضمت لجماعة أجناد مصر ومسؤولها همام عطية. الهدف الجماعة استهداف قوات الجيش والشرطة عن طريق الاغتيال بعبوات متفجرة. أنا ساكنة قدام قسم الطلبية على طول، فكان في شنطة يعني كيس أسود محطوط على الأرض، اكتشفها عامل في البنزينة، طلع بص كده لأن يعني ما بتتحركش، فراح قال الاسم وكده ان هو في حاجه شافها، يعني الكلب بتاع الحراسه دخل شم، يعني بدا ان هو بيشمشم حواليها ان هي لا في فعلا حاجه. اسم شرطه الطلبيه كان بلال وهمام ووليد وسيف وانا. جت العربيه بتاعت المفرقعات والضابط ضياء لبس البدله الواقيه، طبعا قبليها طبعا بص برده ناحيتنا اللي هي نظرة حسيناها ان هي كانت نظرة اخيرة يعني قبل ما يدخل على القنبلة، راح ناحية القنبلة وبعدين جابوا برضو اللي هو جهاز التشويش اللي بيتحط اللي هو لو ممكن مثلا لو هي بموبايل او حاجة فيعني يشوشوا على الشبكات، اخر حاجة بالنسبة له ان هو لازم يرفعها من على الارض. اول ما اترفعت من على الارض وشام من عليها الكيس انفجرت. استشهد ضابط مفرقعات أثناء إبطال مفعولة لعبوة محلية الصنع، وذلك بشارع الهرم في محافظة الجيزة بعد نفق الهرم بقليل. صنع لنا المتفجرات حمام عطية كان بيدهلنا نحطها في كشاك المرور أو جنب الكمين. انفجار آخر أيمن، حمام انفجار آخر على الهواء عند تجمع الضباط في جامعة القاهرة. كان بلال وأحمد وعبدالله كمين عبود اللي قام بلال وناس من الجماعة، وكمين سواح بلال وناس من الجماعة، ونقطة مرور المحور كان بلال وناس من الجماعة. وصلي الفجر وصلى الضحى 12 ركعة، قنبلتين أنا شايلها على إيدي دمهم. فتحت أجهزة الأمن اليوم في تصفية الإرهابي همام محمد أحمد عطية. فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تتضمن اتخاذ الإرهابي الهارب من إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق بالهرم
وكرا للاختباء به. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.